انتهى الاستجواب الثاني للحكومة الجديدة بلا نتيجة تذكر، مع تفنيد وزير الإعلام لمحاور الاستجواب الذي خلى من أية وثائق أو مستندات أو أدلة تدعم اتهامات النائب حسين الجلاف الذي قدم الاستجواب. القلاف الذي سارع إلى لملمة أوراقه والخروج سريعا من الجلسة قبل انتهاء المتحدثين من المؤيدين له والمعارضين لاستجوابه، أسدل الستارة بلا كتاب لطرح الثقة على ثاني محاولة تقوم بها الأقلية لمساءلة الحكومه استجواب بلا ملامح ذابت فيه القضايا التي كان يفترض مناقشتها وتحولت الى قضايا فرعيه لم ترد في صلب الاستجواب على ان ما قدمه وزير الاعلام محمد العبد الله من تفنيد لمحاور استجواب النائب حسين القلاف لاقى استحسان الجمهور وبعض النواب الذين راوا في الموضوع تداخلا في الافكار لدى النائب المستجوب وتحويلا للانظار عن قضايا اكثر اهميه ولعل لجان التحقيق هي المقصودة بذلك. النائب المستجوب لم يأتي بجديد في محاور استجوابه، ولم يدعم هذه المحاور بأي إثباتات أو مستندات أو أدلة على ما جاء فيها من اتهامات، ففي المحور الأول وهو التعدي السافر على بعض مواد الدستور كان الأمر منصبًا على مقابلة شخصية للنائب في إحدى القنوات التي رأت وزارة الإعلام إحالتها للقضاء اعتقادًا منها بمخالفة القناة لقانون المرئي والمسموع وهو ما لم يثبت فيه النائب واجهة اتهامه بالتعدي السافر على بعض مواد الدستور مكتفيا بتناول ما قاله في المقابلة فقط رغم أنه حاول إقحام قضية إغلاق إحدى الصحف لمدة معينة بسبب حكم قضائي وهو أمر أثار استغراب الجميع المحور الثاني الذي تقدم به النائب القلاف تناول الاخلال والتراخي في تطبيق واجب الرقابه على بعض الجهات الاعلاميه الخاصه وهو الامر الذي لم يثبته بعد باي مستندات او اثباتات او ادله واكتفى في شرح هذا الاتهام بالتدليل كلاميا بعدد من المقالات او الافتتاحيات التي وردت في بعض الصحف والتي راى انها احتوت كلاما ومعلومات تتجاوز بكثير ما احيلت بسببه بعض الصحف والقنوات الى النيابه غير ان الوزير رد على هذا المحور بسرد قائمه من تسع وسائل اعلام من مختلف التوجهات قام بتقديم بلاغات ضدها تدليلا على عدم تمييزه لبعض القنوات على غيرها العرض الذي تقدم به النائب في اتهاماته انتهى بلملمه اوراق الاستجواب والخروج من الجلسه قبل انتهاء قائمه المتحدثين دفاعا عن الوزير او تاييدا للمستجوب في دلاله على اقتناعه بعدم جدوى المضي قدما في تقديم كتاب عدم التعاون ليسدل الستار على الاستجواب الثاني للحكومه الجديده الذي انتهى بلا نتيجه تذكر